أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم إلى هذه القراءة لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. ويرافقنا في هذه الجولة اليوم أستاذ سمير العربي، الصحفي من الجزائر العاصمة. أستاذ سمير، مرحبا بك. مرحبا بك سليم، مرحبا بالجميع. يعطيك الصحة اللي قبلت الدعوة اليوم. سي سمير كالعادة، خلينا نقرأ أولا بعض عناوين من تلك الصحف، ونبدأها بجريدة النهار الجديد التي تقول فيما يخص البارحة كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان في اجتماع مع الولاة، ويقول حسب النهار دورة المكائد والدسائس انتهت، كما قلنا في لقاء الحكومة مع الولاة. بالماضي يؤكد اللي فات مات، ونعمل على العودة بقوة من أجل التتويج بالألقاب. تعميم الإطعام المدرسي في جميع الأطوار قبل نهاية السنة، فيما تم إرسال لجان لمراقبة نوعية الأكل عبر المؤسسات التعليمية. المشوار السياسي، في إطار التوجه للتحكم في الواردات، تبون يؤكد إحصاء المنتجات المحلية لمنع استيرادها حسب المشوار السياسي. ينتهي في ديسمبر 2022 بالماضي، يعلن عن تمديد عقده مع الخضر. الجزائر ترافع من أجل نظام اقتصادي عالمي جديد، دعت لوضع حد لتهميش البلدان النامية. رئيسة الوزراء الفرنسية في الجزائر قريبا، وتسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا. أخبار اليوم، رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منحة التقاعد، الرئيس يلوح على طي ملف مناطق الظل ويعلن عن قرارات هامة. الإحصاء السادس للجزائريين ينطلق اليوم بهدف توفير قاعدة بيانات والتكفل باحتياجات المواطن. رئيسة حكومة فرنسا منتظرة بالجزائر في أكتوبر. المنتخب الوطني يحصد فوزه الرابع تواليا. المجاهدة زينب الميلي في ذمة الله ابنة الشهيد العربي تبسي. طوابع الاقتناء الأدوات المدرسية، التهاب الأسعار، صداع في رؤوس الأولياء. الإخبارية، دورة الدسائس والمكائد انتهت حسب تبون. الجزائر ترافع لصالح إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد، ورئيسة وزارة فرنسا في زيارة الجزائر لتثبيت الشراكة. انطلاق عملية الإحصاء العام السادس للسكان. الفصائل الفلسطينية تثني على جهود الجزائر لإنجاز المصالحة. وسليماني تفوق على ديلور، وبالماضي سيحدث تغييرات أمام نيجيريا. الشروق اليومي، رفع الأجور المتوسطة والضعيفة ومراجعة منح التقاعد ابتداء من جانفي 2023. بالماضي أنا قادر على تتويجات أخرى. وسياسيون ومثقفون يمنعون الكاتبة الثائرة زينب الميلي رحمها الله. لسوار دار جليل كالصحيفة الكاتبة بالفرنسية. لامس بي ماقريرون تراتيل شيلوي بروروغاتيف ديوالي بوفوار داشا لي غرونز انونس دو تبون. كال انسينيمون بور الماضي ابري لو ماتش دي دافونتيير. ريسونسمون كومون سي دورو لا روبيراسيون. Elle commence aujourd'hui. إذن كانت هذه هي أهم وأبرز عناوين بعض الصحف الصادرة اليوم في الجزائر. سامر، خلينا نبدأ أولا بالعنوان البارز في جميع الصحف، وهو لقاء الحكومة مع الولاة وتصريحات تبون. يعني كل جريدة جت بعنوان خاص بها. النهار تقول أن حسب تبون يقول أن دولة المكائد والدسائس انتهت، وحسب المشوار السياسي إحصاء المنتجات المحلية لمنع استيرادها. أخبار اليوم تقول رفع الأجور ومنحة البطالة ومراجعة منحة التقاعد. يعني فيه كثير من الزوايا، كل جريدة أخذت زاوية من خطاب تبون. وش رأيك أولا في هذه الخطابات تاع تبون وهذه الوعود، خاصة إذا كان شفنا سي سمير في المشروع السياسي تقول أن جل مشاكل مناطق الظل، كما تقول جل مشاكل مناطق الظل قد تم حلها حسب تبون. وش رأيك من مثل هذه التصريحات؟
يعني كي يشوفوا صدر تبون كيهضر صدر هضر سولون على حساب المشاكل ايدونتيفيي يعني في الوقت هذاك في 2020. بصح ما على بالناش اولا واشن هي وتكلم داير بالفرنسيه وقال لي بروبليم ايدونتيفيي. لي بروبليم ايدونتيفيي هادو ما على بالناش واشن هما اسكو سا ريبون يعني تعبر عن لي بيزوان تاع المواطنين. يعني فيه يعني تناقض كيما يقولوا. يعني من جهه يقول كي تحدث على البلديات يقول فيها اكثر من 1000 بلديه يعني فقيره ومازالها فقيره ومازالها تكمل فقيره. ومن جهه واحده اخرى يعني يقول باللي صدر قضينا على مناطق الظل. يعني ان سامبل تور اوسي يعني في لي كومون صدر كونتري في لا كابيتال. هنا كي نهضر على مناطق الظل ماشي برك يعني في الولايات الداخليه كونتري يعني في المدن الكبرى وفي العاصمه. يعني كاين احياء ولا بلديات يعني كامله مهمشه وتفتقر لادنى يعني ظروف الحياه. جو نسي با كي يهضر على اكثر من 80% سي دي رابور فري ولا لا لا. اون توكا لا رياليتي تبين بلي كاين تناقضات كبيره والاحتياجات نتاع يعني المواطنين يعني تتزايد يعني كل سنه. هل تتكلم ربما لما تكلم على قضية مناطق الظل فيه بصح فيه وعود أخرى قالت بالابتداء من السنة الجاية 2023 سوف يكون فيه رفع الأجور ورفع منحة البطالة ومراجعة منح التقاعد. يعني على أساس يعني في العالم يعني شفنا واش يصرى في الدول الأخرى. واحد يقول لك يكون عنده برنامج للقدام يقول لك منين يجي دراهم منين يجيب مصادر التمويل. احنا في الجزائر ما عندناش فقط وعود. واش رايك يعني مثل هذه الوعود ولكن ما عرفناش كيفاش يدير واش التمويل منين يجيب دراهم. ولما يقول لك دوله المكاد والدسائس انتهت ما معنى ما دوله المكاد والدسائس بعد 3 سنوات؟ يعني واش رايك؟ هو في الخطاب تاعو كان يتكلم على سو لا كيسيون دي ليتر انونيم. يعني كاين يعني بار اكزومبل يا دي فوا دي ريسبونسابل صديرون في دي زونكيت ولا يديروا دي زونكيت جوديسيير عليهم سو لا باز نتاع دي ليتر انونيم. يعني رسائل مجهوله رسائل مجهوله حول مسؤولين يعني سواء محليين وعلى حتى يعني على المستوى المركزي. واش قال؟ قال صدر دورينافون صدر ما نقدروش نحلوا اون انكيت جوديسيير. يعني لازم دي بروف وحاجه جديده سي دون لو سونس وين لي زونكيت فون تر سونتراليزي يعني في الجزائر العاصمه. وفيما يخص قضيه تاع المنحه تاع البطاله تاع الاجور والاخر يعني صدر المشكله هي معقده. ويقول لك نزيدوا في الاجور ويزيدها لك ولكن حسب التوازنات الاقتصاديه وتوسا. يعني احنا ما نستناوش يورا اون ميم طون. يعني لوغمونتاسيون تاع لي سالير هادو راح تمس يعني بعض الفئات من الوظيفه العمومي وما هضرش على القطاع الاقتصادي الخاص اللي يمثل اكثر من 65% من اليد العامله في الجزائر. يعني كاين ديجا اون سيغريغاسيون. وحتى هذه نتاع يعني لي زوغمونتاسيون اسكو سي دي زوغمونتاسيون يعني رفع في الاجور كي فا راترابي يعني لو بوفوار داشا. رانا نشوفوا يعني الزيادات الكبرى اللي عرفتها الجزائر في سنه ابارتير من سنه 2011. لكن في الحقيقه لو سالاريي الموظف الجزائري يعني مي با راترابي لو بوفوار داشا نتاع سنوات 1994. كي تشوف يعني غلاء المعيشه كيلكو سوا لي زوغمونطاسيون صدير ان يورا با دو راتراباج تاع البوفوار داشا. حسب الدراسات داير كاين بزاف دراسات سوا تاع النقابات المستقله كونتري تاع لو جي تي ا اللي هما يتحدثوا على اجر قاعدي تاع مينيموم 50 ولا 60 الف دينار ولا 70 الف دينار. على كل حال سوف نعود إلى هذا الموضوع في حصصنا الجاية إن شاء الله في ثاديان في ميكروسكوب وفي العمق. نعود نولي إلى هذا
تصريحات بأكثر عمق وبأكثر تحاليل. روحوا موضوع آخر سي سمير، حبيت نتكلم في واحد مقال في السوار دالجيري حول مقري، هذا رئيس الحزب حمص، والسوار دالجيري يقول هل مقري سوف يعود إلى بيته، هو يتكلم على العهدة تاعه، خطر العهدة تاعه تنتهي، سوف العهدة الثانية تاعه تنتهي يوم يعني في مايو الجاي إن شاء الله، مازال يعني حوالي أكثر من 6 أشهر، ولكن ما ليش السوار دالجيري عاد إلى هذا الموضوع وقال لنا فيه كلاما ربما مقري سوف لن يطلب عهدة ثالثة وأنه سوف يترك مكانه. يعني هذا المقال ماشي مرتبط برك يعني بالعهدة، نهاية العهدة تاع مقري بعد المؤتمر المقبل تاع الحركة، يعني وين القانون الأساسي تاع الحركة، يعني المناضل ولا المسؤول الأول للحركة عنده برك لو دروا الدوموندا. كذلك يعني كاين شويه من التهكم باعتبار انه مقري حاليا راه في كندا صدر بور ان فيزيت فاميليال، يعني وكذلك يعني جوله سياسيه للاطر الحركه في كندا، وجات في وقت كذلك وين على الصفحه تاعو في الفيسبوك يعني مقري يحكي على اون سورت دو فاكونس، على يعني فيه شويه من التهكم من الشخص اسكو يوليه ولا لا بيسك بالك تحلاله في كندا. سواء ربما يحرك في كندا ولا كيفه. ما على بلش. روح موضوع ثالث سي سمير، زياره رئيسة وزاره الوزراء الفرنسيه قريبا في الجزائر، الشهر الجاي ان شاء الله تزور الجزائر بعد زياره ماكرون رئيسها الشهر اللي فات. واش رايك في هذا الزيارات المتكررة، مش الشهر اللي فات يعني هذا الشهر، واش رايك في هذا تكرار الزيارات الفرنسية إلى الجزائر؟ يعني الزيارة هذه نتاع الوزير الأولى والطاقم الحكومي بعض الوزراء نتاع فرنسا في الجزائر يكون في شهر أكتوبر المقبل، حوالي 9 ولا 10 أكتوبر المقبل، وهذا يدخل يعني كخطوة أخرى بعد لي ديرني زاكور الزاكور دالجي بين السلطات الجزائرية والسلطات الفرنسية. بيان سور صدر يدخل في تجسيد يعني المعاهدات هذو جديدة ولا لي نوفو زاكور اللي درتهم الجزائر فيما يخص يعني عدة مجالات، فيما يخص يعني الدفاع، القضايا الأمنية، الهجرة، الاقتصاد وقضايا واحدة أخرى ثانية. موضوع آخر سي سمير، العودة للدراسي السنة اللي فاتت ولا المدرسة، كان في تصريحات من وزير التربية وأكد أنه خلاص الاكتظاظ وجدنا لقيناه الحل، ولكن للأسف الشديد يعني شفنا عدة المشاكل وعدة عناوين الصحف تؤكد أن أولا الاكتظاظ ما زال في الكثير من المدارس، وزيد ثمن الأدوات المدرسية والكتب غالية جدا ولا كبوس الأولياء، والآن فيه مازال مع الوعود يقول أن تعميم الإطعام المدرسي في جميع الأطوار قبل نهاية السنة، خلاص إن شاء الله المطاعم سوف تفتح في جميع المدارس، وهذا مشكل كبير يعني تعيش الكثير من البلديات لنقص الميزانية. يعني بالفعل لكن الميزانية تاع المطاعم المدرسية ولا الفونكسيونمون تاع المدارس الابتدائية اللي راه بار اكزومبل راهم في اليد تاع يعني تحت اشراف المجالس الشعبية البلدية، هو في الحقيقة فيما يخص بار اكزومبل المجال الصحي سي فري اون جينيراليزاسيون تاع لي زونيتي دو ديبيستاج في المدارس في لي زيكول بريمير، حتى كاين توسيع وشي لاحظناه يعني فيما يخص الاطعام بون سور لا كاليتي بيان سور، يعني البيدجي ني با فريمون امبورطون، يعني لا كاليتي دو لا بوف دي سيرفيس، يعني يا دي نيفو انيغال بين بلديه ومدرسه اخرى. اسكو يقدروا يعني في المستقبل يكون تعميم، يعني هذا يعني مشروع كبير لانه ماشي كاع يعني في الهياكل الدراسيه اللي عندهم الانفراستركتور نتاع هذا، يعني وجود الانفراستركتور تاع المطعم يعني بحد ذاته
اسكو يقدروا جا 100% دون زون اني ولا دوزون ولا تروازون، يعني يعني شيء صعب كبير، خاصة يعني في المدن الكبرى. أو قال لك سوف يتم إرسال لجان لمراقبة نوعية الأكل عبر المؤسسات التعليمية، زيد هذه ثاني الفوق. راح يعني حتى نوعية الأكل سوف يكون فيه لجان لمراقبة الأكل، رغم أن كما قلت أنت في مشكل كبير البلديات، مجالس البلدية يعني تلقى صعوبات كثيرة لأن الميزانية يعني محدودة وهم طالبين منهم باش يديروا أمور كثيرة. بيان سور، يعني في شيء ظاهر، يعني الميزانيه المخصصه لوزاره التربيه سي لا دوزيام ابري لا ديفونس، ابري لا ديفونس جكروا، لكن في الحقيقه ما تكفيش لانه ديجا البيدجي دو فونكسيونمون تاع لي سالير تاع لي زونسينيون ولا البيرسونيل صدير ايل كونسوم بوكو، يا با دو راسيوناليزاسيون، ما كانش يعني استشراف في المستقبل. ونذكر بلي رانا اكثر من 10 سنوات يعني فيما يخص يعني مس يعني التقشف هذا، وكذلك كي نهضروا على الدخول المدرسي يعني كان اكتفاض، وكان يعني بزاف دي ليميت، ودوكا حسب وزاره التربيه كاين مشكل يعني حتى في التوزيع تاع التوقيت، يعني لي زونبلوا دي طون، وفي لي زونبلوا دي طون كاين بزاف مدارس يعني حتى الان كاين اخطاء يعني في التوقيت في لي زونبلوا دي طون، سي غراف يعني صدير كون ميتريز با لا 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 شوز. والوزاره تقول باللي لازم يعني بدايه الدروس تكون السمانه الجايه، وانترطون لازم يعاودوا يعني التوزيع الساعي نتاع الاساتذه والتلاميذ. موضوع اخر سي سمير، الاحصاء السادس للجزائريين طريق اليوم، يعني الان الجزائريين سوف يتوقعون زيارات الى بيوتهم باش يشوفوا الاعداد السكان، هذا سوف كما قالت الاخبار اليوم يهدف الى توفير قاعده بيانات والتكافل باحتياجات المواطنين. على بالك سمير كان الاحصاء يعني هذا بدا، على بالك انت بدا الاحصاء؟ ايه بدا اليوم، بدا اونفا لا كومباني بدات اليوم، يعني اوفيسيلمون بدات اليوم. صدر هذا الاحصاء كما قلت السادس يعني الاخير في 2008، يعني 10 سنوات من بعد يكون احصاء عام للسكان. بون سي بون شوز، وهذا الاحصاء جيسبر بلي يبين يعني العيوب، كما كنا توتالور نهضروا على مناطق ظل، يعني اذا كان هناك احصاء دقيق وعلمي يعني يبين اسكو ريالمون يعني قضينا على مناطق ظل ب 80% ولا لا، باسكو ديال ديزانديكاتور. فقط تسمى نذكروا يعني كما قلت انت كل 10 سنوات في احصاء، كل 10 يعني مقبل يا في ان بروجي نتاع يعني احصاء عام للسكان من كل 5 سنوات، مي لو بروجي ابارامون صدير اي طون بيا لوا، باسكو شفت في 2000 سيتي بريفي يديروا احصاء عام في 2015 2016 ما داروش. وفيما يخص دائما في قضيه هذا الاحصاء العام، يعني ما على بالناش وشنو هي يعني لي فاريابل ولا الجور دو كيستيون ولا كيل سون لي زوبجيكتيف ديريكت، ما على باليش يعني كاين بزاف اشياء يعني في لي كيستيونير كون دون او سيتويان يعني كي سون با بريسيز، ولا كاين بعض يعني لي بروبليماتيك حتى الان اي سون با بريز اون شارج في لو ريسونسمون. وفيه قضيه واحده اخرى، يعني ميم صدر كي يديروا الاحصاء 3 موا ابري ولا 4 موا ابري يديروا لا بوبليكاسيون، مي ما عندناش يعني في لابارتي بوبليك كي دخل تاع السيت تاع الاو ان اس ما عندكش جميع المعلومات يعني اللي موجوده في القرار حقيقه في القرار النهائي. وحتى يعني بار اكزومبل كاين بعض الدراسات تهتم بولايه ولا بولايه اكس ايكغيك، يعني سي با سانتيتيزي ميم او نيفو ولايال ولا بار سيكتور داكتيفيتي ولا مسائل واحد اخرى. زيد شكرا سي سمير العربي الصحفي كان معي من الجزائر العاصمه، شكرا جزيلا على هذه المشاركه. احبائي وصلنا الى نهايه هذه الجوله،
كالعادة نخليكم مع هذه الرسومات، نقول لكم إن شاء الله الموعد يجدد غدا، بقوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله.